بالنسبة للقرار اللي تاخذوا في هذه المعاهد هو ديال ما يسمى أستاذ المعجزة، ما كاينش حاجة سميتها معجزة، هذاك إنسان عادي، وتقريبا تقدر تقيم المستوى ديالو من اللبس ديالو، إنسان باقي مراهق، إنسان باقي المعجزة راه انتهت مع الأنبياء، هذه نقطة. النقطة الثانية هو دوك المعاهد ديالو كيدير لهم دعاية، استغل دوك التلاميذ. طريقة باش كيلقي الدرس طريقة كتبان ليا شادة شوية، طلع فوق الطوابل وكتلقي في الدرس، وهو ديك الدري تلميذ محتاج العلم، تمشيتي طوعتي وعطيتي 4 مليون انت تخرج عليه هو في سن المراهقة. هاد المسائل كلها اللي قدم عليها او دارها ما يسمى بهاد الاستاذ هذا هي مجرد دعاية للمعاهد ديالو. عنده 4 معاهد، راه كاين في محمدية، كاين في كازا، كاين في مدن اخرين، كيخدم مصالح ديالو الشخصية لا اقل ولا اكثر. مني دابا الوزارة سدوا لي هاد المعاهد هادي، دونك راه هما عارفين اش كيدير، ربما ما عندوش رخصة، ربما ما عندوش. اما ديك كلمة المعجزة ما خصش الانسان يبقى يستعملها اصلا، لان المعجزة سالات مع الانبياء. اول حاجة البلاد اي واحد كيطلع فيها مقاد كيسكتوه، ياك متفقين على هاد النقطة هادي. ثاني حاجة الأستاذ معجزة مهدي منيار، أستاذ بخير، هما بغاو يديروا ليه داك التعدد ديالهم بأنهم يحبسوه على حساب ما عندوش تكوين، حيت هو ما قاريش واحد النيفو ديال أنه يوصل للنيفو ديال أنه يحل معاهد ديال التربية والتكوين، حدو حد الدعم. وهذا ما كان، حنا أي واحد كيوصل عندنا لشي نيفو كنحبسوه منه عداد. خويا بالنسبة للقرار اللي خدات الوزارة باش يسدوا الأستاذ المعجزة للمعاهد ديالو، قرار كيبان لي فاشل انا، حيت داك الاستاذ فهمتيني طلع بزاف ديال التلاميذ اللي خلاهم تبارك الله ولاو نبغاش ووصلوا لشي بلايص فهمتيني ما يقدرش استاذ اخر يوصلهم ليها. وكنقول انا قرار ما قرار ما والو خويا اللي خدا هاد الوزاره اللي خداش في حق هاد الاستاذ، استاذ ناجح هذاك. بقيت خدات الوزاره ما باش لي قرار مزيان، حيت السيد كيحاول يعاون الدراري اللي ما في حالهمش، كيحاول يفرحهم، يعني ما جانيش قرار مزيان بصراحه، بالعكس يحاولوا يدعموه، يحاولوا يدعموه في بلاصه ما يحاولوا سميتو يسدوا ليه المعايد ديالو. هذا القرار اللي اتخذت الوزاره بان لي قرار خاطئ بزاف، بان لي الوزاره كتحارب هادشي ديال التعليم في البلاد، ما بغاش بنادم يوصل شحال من حاجه، وبي يحاربوا يمشيو يحاربوا هذاك البيران وهادشي اللي كيعطيهم الرخص، بحال هذاك يقولوا ما خدام بلا رخصه، هادشي اللي بان لي انا السيد خدام مزيان كان ما يخليه يخدم مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.